كما تم أيضا تنصيب لجنتين هامتين، اللجنة المكلفة بإعداد القوائم الانتخابية وتنصيب الامتدادات المحلية للسلطة الوطنية في الداخل وفي الخارج، واللجنة المكلفة بعلاقات مع الإعلام، مع وسائل الإعلام بكل إشكالها، المكتوبة، السمعية، البصرية والمسموعة. هذه الأمور تم ضبطها يعني بتعيين المسؤولين على هذه اللجان التي راهي تباشر عملها بدون هوادة